رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقرتنا الإخبارية. الخبر الجاي معانا بيقول بدأت فعاليات معرض فيصل للكتاب الدورة 11 بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. التفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف الأستاذ محمد الفقي وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب. صباح الخير يا دكتور. خير يا فندم، وخير على الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. اهلا بحضرتك. يعني المعرض مستمر فعالياته لغايه 12 ابريل من الشهر الحالي، عايزين حضرتك تدينا فكره عن المعرض واقامته. المعرض بدا من 2011، يعني بدا الاستاذ الدكتور احمد مجاهد رئيس الهيئه الاسبق، ده نظرا لاحتياج المنطقه، منطقة فيصل الطلبية، إلى يعني منارة ثقافية أو وجبة ثقافية من السنة للسنة، فبدأ من ساعتها. طبعا كانت وجد إقبال كويس جدا من الجماهير، وإحنا السنة دي في الدورة 11، يعني الحمد لله ربنا وفقنا في الاستمرار. تم الافتتاح امس، افتتحت المعرض معالي الوزيره الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني مع معالي محافظ الجيزه، وبوجود الاستاذ الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب وكل قيادات وزاره الثقافه. تم الافتتاح امس ويستمر ان شاء الله لمده 10 ايام تاني بدءا من النهارده تاني، واتفتح للجمهور امبارح بالفعاليات المصاحبه للمعرض. طبعا المشاركات تصل الى حوالي 30 دار نشر، منها قطاعات الوزاره بالكامل، طبعا الجناح الرئيسي للهيئه المصريه العامه للكتاب، بكم من الاصدارات والخصومات تبدا من 20% الى 50%، بالاضافه الى مبادره الثقافه والفن للجميع اللي اطلقتها مع الوزيره الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني في معرض القاهره الدولي للكتاب الاخير. المبادرة دي بتوفر كتاب سعره من جنيه ل 20 جنيه للمواطن، ده للتواصل طبعاً مع يعني لاستكمال فعاليات معرض الكتاب. تمام، بالضبط. بالإضافة إلى أيضاً فعاليات ثقافية وفنية على هامش المعرض للكبار والصغار. في ورش يعني وندوات يا فندم، في ورش للطفل وأنشطة للطفل، مسرح للطفل، منها السيرك ومنها أنشطة بيقيمها المركز القومي لثقافة الطفل، ومنها ندوات للمسرح الكبير أيضا، ندوات فنية وثقافية، وفي احتفالات طبعا، يعني برنامج فني يومي على المسرحين، المسرح الكبير والمسرح الصغير، بيجد اقبال كبير جدا من الجمهور في منطقه الطلبيه وفيصل، والناس اصبحوا يعني بينتظروا هذا الحدث لتلقي يعني وجبه ثقافيه فنيه بيستنوها من السنه للسنه. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير. كل صحتك طيب وحضرتك طيب يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين. طيب بصحه وبسلامه. حضرتك كنت بتقول ان اقل سعر تقريبا للكتاب هيكون جنيه واكبر سعر 20 جنيه، مظبوط كده يا فندم؟ دي في ضمن المبادره اللي اطلقتها معالي الوزيره، ده هيجدوه في الجناح الرئيسي للهيئه المصريه العامه للكتاب. لكن في تنوع كتير من الكتب، يعني في تنوع كتير جدا من الكتب، في اصدارات حديثه، في مشاركات من كل قطاعات وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الهيئة العامة لأصول الثقافة، أكاديمية الفنون مشاركة بجناح متميز، المركز القومي لثقافة الطفل مشارك، دار المعارف مشاركة بجناح متميز وإصدارات متميزة بأسعار يعني زايدة، عدد كبير من دور النشر الخاصة حريصة على المشاركة سنويا في المعرض. المعرض فيه تنوع يعني ثقافي وفني يعني بشكل يعني مرضي يعني للجمهور هناك. طبعا حضرتك عارف طبعا الموضوع السعر ده بيفرق طبعا، هل هناك في تخفيضات للطلبه والساده القراء؟
هو التخفيضات عامه يعني عامه مش فيش عامة حاجه مخصصه للطلبه مثلا، لدرجه ان اعتقد يعني المواطنين يعني هيجدوا اسعار في متناول الجميع فعلا، يعني حتى في ظل زياده الاسعار والغلاء اللي احنا فيه. صحيح. لا هيلاقي الكتاب بشكل يعني هيقدر يحصل على الكتاب بسعر مش هيلاقيه بره فعلا. طب يا استاذ محمد، يعني في معرض الكتاب كانت يعني تم توفير مواصلات والتيكت كانت يعني قليلة، كانت بخمسة جنيه تقريبا، فعايزين نعرف من حضرتك اللي عايز يروح دلوقتي اللي يعمل ايه؟ لا يا فندم، احنا المعرض فيصل الرمضاني للكتاب ده الدخول مجانا بدون تذاكر اصلا، وده في شارع فيصل نفسه في الطلبية في شارع فيصل الرئيسي في ارض الهيئة المصرية لعمل الكتاب، والمواصلات بتصله من كل نقطة، يعني اي حد عايز يروحه من اي مكان بمنتهى السهوله، في مواصلات سهله جدا توصله لحد هناك، والدخول مجانا، والانشطه والفعاليات الفنيه والثقافيه كلها مجانيه. استاذ محمد، كمان اسال حضرتك، يعني لو حد يحب يشتري كميه كبيره من الكتب مفيش حد ادنى للشراء؟ لا يا فندم، مفيش ولا حد اقصى ولا يعني اللي حب يشتري اي لا. اي عدد من الكتب مفيش مشكله. لا اي عدد من الكتب مفيش مشكله خالص. أستاذ محمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا ليك.